متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنبدأها بالتوقعات الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى للأيام القادمة، والتي تشير إلى استقرار الطقس عموما أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ولكن اعتبارا من يوم الخميس يتوقع أن تندفع كتلة هوائية باردة ورطبة باتجاه أجواء المملكة، مع تصادف لمنخفض البحر الأحمر الذي سيخرج من المناطق الجنوبية للبحر الأحمر باتجاه الشمال، ثم يتحول إلى منخفض جوي جبهوي وتعبر جبهة هوائية باردة أجزاء عدة من المملكة، الأمر الذي سيعمل على ارتفاع فرص هطول الأمطار الرعدية في المناطق الشمالية الغربية مثل تبوك، الجوف، الحدود الشمالية حائل المدينة المنورة، وهذه المناطق جميعها مرشحة لأن تحظى بأمطار رعدية ربيعية الطابع، بمعنى أنها قد تكون غزيرة مسبقة بارتفاع ونشاط في سرعة الرياح، وأحيانا تؤدي إلى جريان الأودية أو تشكل السيول. هذه الأمطار تدريجيا أيضا تمتد في وقت لاحق من يوم الخميس والجمعة إلى حائل وأيضا القصيم، وتصل إلى مدينة جدة ومكة والطائف وحتى الأجزاء الشمالية من الرياض، وقد تمتد أيضا إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وأقصى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. تأثير هذه الحالة يبدو أنه سيكون واضحا في الأجزاء الملونة باللون الأحمر، المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية من المملكة، بعض الأجزاء الشمالية من المملكة. اللون الأخضر القاتم يأتي في المرتبة الثانية في تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، تشمل أيضا جدة والطائف ومكة المدينة المنورة، أجزاء واسعة من حائل والقصيم وأيضا تبوك. ثم يأتي في المرحلة الثالثة اللون الأخضر الفاتح، وهو يأتي في المرتبة الثالثة من حيث قوة التأثير، تشمل مرتفعات جنوب غرب المملكة، شمال الرياض والدوادمي والأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة. طبعا مزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية سنقوم بتوفيرها لكم أولا بأول بحسب تواتر وتوافر المعلومات. في حال عدنا الأجواء اليوم، هذه الليلة نقصد في العاصمة الرياض درجة حرارة 10 درجات مئوية، أجواء باردة نسبيا وهي غالبا صافية في ذات الوقت. درجات الحرارة وتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض تحديدا تكون كالتالي: 23 درجة مئوية إلى 10 يوم الاثنين، 23 إلى 11 يوم الثلاثاء، وارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء تسجل 26 درجة مئوية في ساعة النهار وصغرى 12 درجة مئوية. نختم هذه النشرة الجوية بتوقعات درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين والصغرى في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها شمالا من سكاكا 22/11، هرعر 20/8، تبوك 25/10، مناطق الغربية من المملكة تكون على النحو التالي: جدة 30/23، مكة المكرمة 32/21، الطائف 25/16، وفي مدينة المنورة 31-16 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية جازان 28/23، الباحة 19/13، وفي أبها من 22-10 درجات مئوية. شرقا في الإحساء 23/11، الدمام 23/11، وفي حفر الباطن من 22-8 درجات مئوية. ونختم هذه الجولة من المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة الرياض كما ذكرنا: 23-10، بريدة 24/9، وحائل 23-10 درجات مئوية. للمزيد حول هذه الحالة الجوية وتحديثات الطقس المختلفة يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب، ذلك ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة، أو يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني arabiaweather.com، أو حتى نتشرف بمتابعتكم على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم بخير، إلى اللقاء.